ازيكم يا شباب؟ صباح الخير. ان شاء الله اول ما زماننا تبدا هنبدا ان شاء الله على طول السيشن. الناس كلها لو سمحتوا كله قافل الميكروفونات وكله قافل الكاميرا بتاعته. ايوه يا زينة، اتفضلي. ايوه يا زينة، هو يا مستر، انا كنت غايبه امبارح، فممكن اعرف اخدنا درس ايه امبارح؟ طب حبيبتي احنا دلوقتي في لايف، يعني مش وقت. ممكن تبقى تبعتي لي طيب على الواتس او لحد من زمان يكون ارد عليك. حاضر. طيب طيب تعالوا نبدأ مع بعض يا شباب، وبقية الشباب لما يجوا هيدخلوا يبقى يكملوا معانا عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مستر أحمد جمال، مدرس الماث. إن شاء الله النهاردة هنكمل درس الإيسوسيلس ترينجل. النهارده هناخد الكونفرس اوف ايسوسيلس ترينجل. بيقول لي ثيرم نمبر 2، if two angles of a triangle are congruent. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي two angles في triangle كم congruent، يعني equal in ايه؟ equal in measure. Then the two sides opposite to these two angles are congruent and the triangle is isosceles. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لي لو انت عندك تراينجل اي بي سي، لو لقيت عندك ان ميجر انجل بي ايكوال ميجر انجل سي، مش شرط بي وسي، اي تو انجلز في التراينجل ايكوال ان ميجر. ايه اللي استفادوا من كده؟ ان التو اوبزيت سايدز تو ذيس تو انجلز ار ايكوال ان لينث. يعني ميجر انجل بي ايكوال ميجر انجل سي، مين السايد الاوبزيت لبي؟ اهو الاي سي. ومين السايد الاوبزيت لانجل سي؟ ها الاي بي. يبقى ال AB equal ال AC، وال triangle بتاعي هيكون isosceles A triangle. يعني لو جبت لك كده في البروف، قلت لك بروف triangle ABC is isosceles triangle، حاول تعمل بروف ان انا عندي two equal angles in A in measure. لو ده حصل هيبقى على طول ال triangle بتاعك isosceles triangle. في عندي حاجة تاني بيقول لي if the angles of a triangle are congruent then the triangle is equilateral. يعني لو انت لقيت ان في التراينجل بتاعك كل الانجلز بتاعتك ايكوال ان ميجر، ده بيحصل في حاله واحده بس، لما يكون التراينجل بتاعك هو ايكولاترال. ايه تراينجل عندي هنا؟ تراينجل اي بي سي، اي بي سي ميجر انجل اي ايكوال ميجر انجل بي ايكوال ميجر انجل سي، then تراينجل اي بي سي is equilateral a triangle. بيقول لي خلي بالك كمان في الايسوسيلس ترينجل the measure of one of its angle 60 degree and is an equilateral a triangle. يعني ايه؟ يعني لو عندي ايسوسيلس ترينجل لقيت انجل واحده بس الميجر بتاعها ب 60، يبقى على طول الترينجل بتاعي equilateral triangle. لو انا عندي ترينجل اي بي سي اهو، اي بي سي، لقيت ان هو ايسوسيلس ترينجل، لقيت ان ميجر انجل ايه ب 60،
يبقى على طول الترانجل ده ايكولاترال. طب بلاش انجل ايه ب 60، لقيت ان انا عندي بي ب 60، برضه هيكون الترانجل كله ايكولاترال ايه؟ ترانجل. نكمل مع بعض. بيقول لي in each of the following figures write the equal sides in length. Number one، مديني ترانجل اي بي سي، انجل سي الميجر بتاعها 42 ديجري، وانجل بي الميجر بتاعها برضو ب 42 ديجري. مين هنا الايكوال سايدز؟ ها الناس تبدا كده ترفع ايديها، الناس تبدا تشارك معايا. ها لميس، اتفضلي لميس. A B equal A C. A B equal equal A. A C. برافو عليك، شكرا يا لميس، شكرا. فعلا هنا ادي ميجر انجل بي ايكوال ميجر انجل سي، يبقى كده هم دول البيز انجلز، يبقى على طول الاي بي ايكوال الاي سي. نكمل مع بعض نمبر 2. هنا ترينجل اكس واي زد، مديني ميجر انجل زد ايكوال 40 ديجري، وميجر انجل واي ايكوال 100 ديجري. عايز ميجر انجل اكس الاول، قبل ما اطلع التو ايكوال سايدز لازم يكون معايا ميجر انجل اكس. ها الشباب تتفضل. محمد عادل، اتفضل يا محمد. هنعمل 180 minus 100 plus 40 equal 40. برافو، ثانية واحدة بقى، ثانية واحدة، ثانية واحدة. يبقى هو أول حاجة عشان يجيب ميجر أنجل إكس ده عبارة عن 180 ديجري minus، ولازم تفتح براكت 40 ديجري plus 100 ديجري يطلع 40 ديجري. يبقى هو كده خلاص عارف إن ميجر أنجل إكس هي كمان equal 40 ديجري. هي كمل بقى محمد. هتبقى الواي زد ايكوال للواي اكس. برافو عليك، شكرا محمد. يبقى فعلا ادي البيز انجلز اهيت 40 40، يبقى الواي زد ايكوال الواي اكس. شكرا. نمبر 3، مديني تريانجل اكس واي زد، مديني ميجر انجل اكس 36 ديجري، مديني ميجر انجل زد 72 ديجري. لازم الاول اجيب ميجر انجل واي قبل ما اعرف مين التو ايكوال سايدز بتوعي. ها ميرنا، اتفضلي يا ميرنا. 180 صوت واطي، ممكن تعلي صوتك شويه او تقربي بقك بس من الميكروفون. يبقى 180 minus 72 plus 36، يبقى 180 ديجري minus 72 ديجري plus 36 ديجري، تطلع كام يا ميرنا؟ نعم 72، تطلع 72 ديجري. يبقى انا عرفت هنا ان ميجر انجل واي هي 72 ديجري. يبقى كده مين التو ايكوال سايدز؟ اكس زد واكس واي. شكرا يا ميرنا، برافو عليك. يبقى هنا الاكس زد ايكوال الاكس واي. طيب في حد عنده سؤال يا شباب في الجزئيه دي؟ لو سمحت اللي رافع ايديه نزل ايدك، انا بس عايز اللي رافع ايده دلوقتي يكون عايز يسال سؤال. في حد عنده سؤال؟ ها في حد عنده سؤال؟ يوسف صلاح، اتفضل يا يوسف. لا خلاص كده تمام، محدش عنده سؤال. طيب تعالوا نكمل مع بعض. جمانة، عندك سؤال يا جمانة؟ ها في حد من الشباب هنا عنده سؤال؟ جمانة عمرو، اتفضلي يا جمان. مستر هو ممكن بس معلش تعيدها تاني؟ حاضر يا جمان. انهي واحدة في الثلاثة طيب؟ نمبر 3. ماشي يا جمان، حاضر. خليكي طيب معايا فاتحة الميكروفون ما تقفلوش، استني. انا عندي في نمبر 3 مديني ترانجل اكس واي زد، مديني ميجر انجل اكس ب 36 ديجري، ميجر انجل زد ب 72 ديجري. قبل ما اعمل اي حاجة لازم اجيب ميجر انجل واي بكام؟ عبارة عن 180 minus افتح براكت 72 ديجري plus 36 ديجري. طلعت لي 72 ديجري. لحد كده في مشكلة؟ لا تمام. لقيت عندي ميجر انجل زد ايكوال ميجر انجل واي، يبقى هم دول البيز انجلز بتوعي، يبقى الاكس واي قد الاكس ايه زد. ماشي يا جمانة؟ تمام. شكرا يا جمانة، فين الميكروفون لو سمحتي.
طيب نكمل مع بعض شوية. بيقول لي complete the following. Number one, if two angles in the triangle are congruent, وعرفنا خلاص يعني ايه كلمة congruent, then the two sides opposite to these two angles are not and the triangle is not. ها ندي فرصة للشباب. ها يوسف صلاح تفضل يا يوسف. يوسف تفضل. طيب حمزة, حمزة عساف تفضل يا حمزة. These two angles قصدي sides are equal وtriangle isosceles. حلو, بيقول لك هنا if two angles in the triangle are congruent then the two sides opposite to these angles are equal in length أو equal بس ماشي. أدي كلمة إيه؟ equal. طيب and the triangle is and the triangle isosceles. برافو عليك, شكرا. اللي بعده number two, if the three angles in the triangle are congruent then the triangle is not. ها في عندي هنا مين؟ الناس كلها تبدا تشارك, الناس كلها تبدا تشارك. الاسئله سهله يعني ما فيش حاجه صعبه والله. في عندي عمر احمد اتفضل يا عمر. Then the triangle is equilateral. برافو شكرا. طب معلش يا عمر بالمرة بقى, هو الإكويلاترال تريانجل كل أنجل فيه بكام؟ عمر قفل. 60 degree. برافو يا عمر, شكرا يا عمر. 60 degree. ماشي شكرا يا عمر, صح. Number 3, in triangle ABC if measure angle A 50 and measure angle B 80 then the triangle is. أنا ما بعرفش أشتغل بالمنظر ده. انا دلوقتي هعمل رسمه صغيره خالص هنا اهو, ادي عندي تريانجل اهو A B وادي C هنا 50 اهي 50 ديجري وهنا 80. عايز ميجر انجل C الاول. ها مين الشباب بقى معايا؟ في زينه فتحي تفضل يا زينة. هتبقى 180 يبقى 180 ديجري ماينس افتح براكت ها 80 بلس 50 تطلع كام يا زينة؟ 60. لا احسبيها تاني. طيب ثانية واحدة. زينة تقريبا 150. حلو, يبقى 180 minus 130 تدينا كام؟ 150. 50 تدينا كام يا زينة؟ 50. تمام, يبقى measure angle C انا لقيتها 50. طالما two angles في الترينجل are equal in measure يبقى الترينجل is A. شكرا يا زينة. نكمل مع بعض شباب. هنا في نمبر 4 تعالوا بس كده نمسح ده الأول عشان نعرف نشتغل. في نمبر 4, if the measure of one angle in the right angle triangle is 45 degree then the triangle is. ها مين معايا؟ منا محمد اتفضلي يا منا. هيبقى isosceles. طب عرفت ازاي؟ احنا الاول لازم نجيب الانجل الايه الناقصه. يعني انا هنا انا عندي اهوت ادي رايت انجل تريانجل, مش مهم انا اسمي كل انجل بكام, او مش مهم عندي الفيرتكس ايه او بي او سي, هي مش فكره كده. هو رايت انجل تريانجل عنده انجل ب 45, يبقى الانجل الناقصه دي بكام؟ 45. ب 45 ديجري برضه. طالما تو انجلز ايكوال يبقى التريانجل ده از ايه؟ isosceles. برافو عليك شكرا.
يبقى انا دلوقتي يا شباب لو عندي رايت انجل تراينجل لقيت فيه انجل الميجر بتاع 45 يبقى على طول التراينجل ده هيبقى ايسوسليس ايه تراينجل. نكمل مع بعض. If the measure of one angle of an isosceles triangle is 60 يبقى انا عندي هنا if the measure of one angle of an isosceles triangle is 60 يعني عندي isosceles triangle عنده angle 60 سواء بقى الانجل دي كانت في الفيرتكس كانت في البيز المهم ان هو isosceles عنده angle 60 يبقى وانا مغمض التريانجل ده يبقى ايه؟ ها مين تاني؟ نبدا طيب ننادي على الناس عشان الناس تبدا تصحصح كده وتشتغل معانا ولا الناس لوحدها تشتغل كده؟ في عندي اياد علاء اتفضل يا اياد. ايكولاترال. برافو شكرا شكرا يا اياد ايكولاترال صح. نكمل مع بعض. نمبر 6 ABC is a triangle in which AB equal AC. انا ما بعرفش برضه اشتغل كده انا عايز ارسم اي حاجه في الجيومتري عندك كومبليت او تشوز لو سمحت اعملها رسمه صغيره ادي اي بي سي الاي بي قد الاي سي ادي اي بي وادي الاي سي ايكوال اهمت وعندي هنا ميجر انجل اي ايكوال 60 اي ديجري يبقى الترانجل ده ايسوسليس وعنده انجل 60 قال لي كمان ان البريمتر اف اتس بريمتر ايكوال 18 سم متر يعني ايه كلمه بريمتر يعني السم اوف اتس 3 سايدز ايكوال 18 سم عايز يعرف اللينس اوف بي سي ها شباب بقى معانا مين هنا ها مين عايزين حد لسه ما جاوبش شباب مريم عمرو اتفضلي يا مريم فين مريم ايوه يا مستر تمام مع حضرتك الرقم 6 هتكون اسمه ايه ده 18 ديفايدد 3 فهتبقى هتكون ب 6 برافو ثانيه واحده بقى قبل ما تقفل الميكروفون ليه انت عملت دلوقتي 18 ديفايد 3 ايكوال 6 اجابتك صح بس انا عايز بس نشرح لزمايلنا انت جبتيها منين طيب يا مستر عشان اولا اللي قال لي انه اي بي قد اي سي يعني هما الاثنين قد بعض يبقى ده ايسوسلس انجل يبقى ده ايسوسلس اصلا برافو هو ايسوسلس استنى ايوه هو ايسوسلس ايوه فهو في ايوه هو ايسوسلس كده وكده فهو في انجل ب 60 وهو ايسوسلس يبقى هو خلاص بقى كده ايكولاترال برافو عليك وهنعمل 2 ديفايدد 3 شكرا يبقى هو فعلا طالما قال لي ان انا عندي 2 سايدز ايكوال اللينس يبقى هو ايسوسلس وقال لك كمان ان عندي انجل ب 60 ايا كان البوزيشن بتاع الانجل دي سواء في الفيرتكس او في البيز ب 60 ديجري يبقى على طول تراينجل اي بي سي از ايكولاترال تراينجل طالما ايكولاترال تراينجل يبقى الميجر اوف اتس 3 اوف اتس 3 سايدز ايكوال ان ايه اللينس طب هو البريمتر كله الصم بتاع 3 سايدز بتاعتي 18 طب انا عايز اعرف الواحد اعمل 18 ديفايد 3 يطلع ب 6 سنتيمتر طيب في حد من الشباب هنا عنده سؤال قبل ما نكمل لو سمحتوا الناس المحترمه اللي رفع عليها يبقى هو بس عنده سؤال دلوقتي ها دلوقتي اللي رفع ايديه هو اللي عنده سؤال بس ها في حد عنده سؤال انا شايف ناس رفع ايديها الناس اللي رفع ايديها دي كلها عندها اسئله ولا حد عايز يجاوب اللي عايز يجاوب نزل ايدك دلوقتي انا عايز اللي رافع ايديه يكون هو عايز يسال في حاجه طيب في محمد عادل اتفضل يا محمد عايز تسال في ايه مستر دلوقتي النمبر 6 ديت بيقول لي اي بي سي از ا تراينجل ان ويتش اي بي ايكوال اي سي اند اي ايكوال 60 طب هي 60 دلوقتي المفروض هتكون ايكولاترال مش ايسوسليس هتكون ايسوسليس ازاي ثانيه واحده بس بالراحه بالراحه هو انا دلوقتي التراينجل بتاعي الايكولاترال عنده كام سايد ايكوال بعض 3 حلو طب انا عشان اقول ان الترينجل ايسوسليس محتاج يكون عندي كام سايد ايكوال الاول كده 2 طب ما هو اصلا عنده 3 يبقى الايكولاترال ترينجل ده هو اصلا ايسوسليس ايه ترينجل فاهمني كده لا الصراحه مش طب تاني انت ايه اللي ملخبطك هنا انا عندي ايسوسليس ترينجل قلنا اي ايسوسليس ترينجل عنده انجل 60 يبقى الترينجل ده على طول هيبقى اسمه ايه ايكولاترال حلو طالما ايكولاترال وانا مديك البريمتر بتاعه يعني مديك الصم بتاع 3 سايدز طب ما هم ايكوال انا عايز الواحد يبقى اعمل الصم اللي هو البريمتر ديفايد 3
ايه بقى المشكلة؟ مش عشان اعرف أنا... انت فهمتني كده؟ يعني فهمت. طيب ماشي، نشوف حد تاني. في عندي زينة، اتفضلي يا زينة. زينة فتحي، زينة اتفضلي. طيب في عندي مين؟ في عندي حد ايه نزار. طب اتفضل مستر. سؤال، هو رقم اسمه ايه ده؟ رقم فور مش فاهمه. طيب يعني ليه حاضر. لو حاضر ثانية واحدة، بيقول لي هنا في نمبر 4 if the measure of one of angle in a right angle triangle is 45 then it is isosceles. طب تعالى كده بالراحة خالص، بص معايا. أنا دلوقتي عندي رايت أنجل ترينجل، أنت لسه فاتح الميكروفون صح؟ ها؟ طب أيوة ماشي. في عنده هنا أنجل 90 وقال لي إن عنده أنجل كمان ب 45، صح الكلام؟ صح. تعالى نجيب الثيرد أنجل، لو أنا سميتها إكس مثلا، يبقى الإكس هو عبارة عن 180 ديجري ماينس 45 ديجري و90 إيه؟ ديجري. هتطلع 45 ايه ديجري، ادي دي 45. طب ما انا عندي انجل 45 واحده زيها 45، يبقى 2 ايكوال انجلز هما، تبقى الترينجل ايسوسلس. تمام ايسوسلس. تمام فهمت. ماشي يا حبيبي، في حاجه تاني؟ لا لا شكرا. العفو يا حبيبي. في عندي هنا برضو علا ابو الفتوح، اتفضلي يا علا. ازيك يا مستر؟ مين معايا؟ انا عمر. طب هو انا دلوقتي ظاهر عندي هنا. طيب ماشي، قول يا عمر. ماشي داخل بقى اكونت مامتي، معلش عشان مش هدي يخش على موبايل. لا حبيبي قول سؤالك اتفضل. مش فاهم نمبر 6. حاضر هشرحها تاني يا حبيبي، بصوا معايا تاني. نمبر 6 يا شباب، عندي ABC triangle AB equal AC، ادي ال AB وادي ال AC هما الاثنين are equal in length، يبقى ال triangle ABC ده isosceles triangle. قال لي كمان ان measure angle A ب 60 degree، معنى كده ان ال triangle ال isosceles لو لقيت في angle المجر بتاعها ب 60 اصبح ال triangle بدل ما كان isosceles وسكت اصبح اسمه equilateral A triangle. طالما equilateral triangle يبقى 3 sides are equal in length. طب ما هو قال لي ان البريمتر يعني الصم بتاع الثري سايدز مع بعض ب 18 والثري سايدز ايكوال. انا لو عايز سايد واحد يبقى اعمل البريمتر اللي هو ال 18 ديفايد عدد السايدز 3 ايكوال 6 سنتي متر. طيب في عندي هنا لؤي عمرو، اتفضل يا لؤي. ايه مستر؟ اتفضل يا حبيبي. مستر انا ما كنتش فاهم، بس نمبر 4 هي برضو المفروض يا مستر انها تكون رايت انجل. يا حبيبي هو دلوقتي بيتكلم على التريانجل، استنى وانا طيب انا فهمتك، خليك فاتح الميكروفون يا لؤي. هو انا التريانجل لما انا اخدته في برايمري 4 مش انا اخدت ان انا اقدر اعرف التايب اوف تريانجل على حسب الانجل وعلى حسب السايد صح؟ كان عندي لو بتكلم على الانجل كان الرايت والاكيوت والاوبتيوس، ده بالنسبه للانجل. طب لو بالنسبه للسايد كان عندي ايكولاترال وايسوسلس وسكالين، صح كده؟ تمام. يعني الرايت انجل ترينجل ده نوعه رايت انجل لو انا بصنفه على حسب الانجل. طب نوعه ايه بقى لو انا بصنفه على حسب اللينس بتاع السايدز ايسوسلس؟ فاهم؟ تمام ماشي فهمت. شكرا. العفو حبيبي. طيب تعالوا نكمل مع بعض، تعالوا نكمل مع بعض اسئله. بقى عندي هنا في اكسرسايز نمبر 3 in the opposite figure d belong to ray cb، ادي d belong to ray cb، measure angle abd abd equal 125 degree، measure angle a equal 70 degree. بيقول لي prove that triangle abc is an isosceles triangle. عايز يعمل بروف ان triangle abc ده isosceles a triangle. طب نبدا نشوف كده الافكار من الناس. ها في عندي هنا سوريا، اتفضلي يا سوريا. سنس؟ لا انا مش عايزك تكتبي اكنك تكتبي بروف، انا كده هكتب بروف، انا بس عايز اعرف الفكره العامه بتاعت المساله بتاعتك ايه. هنبدا الاول بستريت لاين
سي دي تمام، او عشان ستريت لاين هيبقى السم بتاعه كله ب 180. تمام، يعني انت دلوقتي عايزه تقولي لي ان انا عندي ستريت لاين سي دي، فاكيد الميجر اوف انجل سي بي دي ايكوال 180 عشان دي ستريت انجل. انا مديكي جزء منها اللي هو الميجر انجل اي بي دي 125، يبقى دلوقتي هتجيبي ميجر انجل اي بي سي ايكوال ايه؟ 180 ماينس 125. ها هتجيبي ايه؟ 55. كام؟ 55. طلعت 55 ديجري. تمام، وبعدين بعدين هنجيب الاي سي، قصدك ميجر انجل سي. سي، ها 55 برضو عشان ده isosceles triangle. جبتيها ازاي؟ عشان two opposite angles are equal. ثانية واحدة، انا دلوقتي عايز اجيب ميجر انجل سي، اجيبها ازاي؟ هقول 180 ماينس 180 ماينس 55. برافو عليك، جبتيها دي كمان، طلعت لك بال 50 ايه؟ 55 صح كده؟ لقيتي two angles عندك equal، يبقى على طول triangle ABC is A isosceles triangle. برافو عليك، برافو عليك. طيب شكرا، تعالوا نكتب بروف مع بعض. اقول له هنا since major angle CBD equal 180 degree، واكتب له كده straight angle، then major angle ABC equal 180 degree minus 125 degree، يطلع لي 55 degree. بعد كده هقول in triangle ABC major angle A equal 70 degree و major angle ABC equal 55 degree، then measure angle C equal 180 degree minus افتح bracket 70 degree plus 55 degree هيديني 55 degree. since in measure angle C equal measure angle ABC equal 55 degree، then triangle ABC is isosceles A triangle. وعندي هنا ال AB equal ال AC. في حد عنده سؤال يا شباب هنا؟ في حد عنده سؤال؟ لو سمحت الناس اللي رفع ايديها، لو سمحت ده اللي يبقى عنده سؤال بس. ها اللي عنده سؤال لو سمحت ابدا ارفع ايدك. ها اللي عنده سؤال لو سمحت هو بس اللي رفع ايديه. تمام، كمل اللي بعده. في حد عنده سؤال؟ ها طيب تعالوا نكمل. في عندي هنا اكسرسايز نمبر 4 مديني اكس واي ايكوال اكس زد ميجر انجل اكس واي ال، اكس واي ال ايكوال 120 ديجري، اند ال بيلونج تو زد واي ري زد واي. بيقول لي بروف ان التريانجل اكس واي زد از ان ايكولاترال تريانجل. عايز يعمل بروف ان التريانجل قدامك ده ايكولاترال تريانجل. طيب اتفضلي ان اي مستر، اتفضلي. هنقول اول حاجه بروف ذات زد واي ال ايكوال 180. طب انا عايزك تحللي بطريقه ثانيه ان ممكن، انت عارفه الاكستيريور انجل؟
طب ممكن تحلها بالاكستيريور انجل؟ مش هنقول ان اكس واي ال الاكستيريور انجل اوف تراينجل ايه؟ اوف تراينجل اكس زد واي. طيب ثانيه واحده عشان نشرح لزمايلنا برضه. يبقى انا عندي دلوقتي لقيت تراينجل اكس واي زد، لقيت عندي سايد من السايدز بتاعته طولته كده بقى ري، لقيت ان في انجل بره اللي هي انجل اكس واي ال. الانجل دي انا بقول عليها ان هي اكستيريور انجل اوف تراينجل اكس واي زد. يعني ايه اكستيريور انجل؟ يعني انجل بره التراينجل. طب الميجر بتاعها عباره عن ايه انجل؟ 120. حلو. ايوه انا بقى دلوقتي الميجر بتاع الاكستيريور انجل لو عايزين نجيب ها 120، لو عايزين نجيب اكس واي زد هنعمل 180 ماينس 120 هتطلع 6. لا برضو انت كده ما استخدمتش الاكستيريور انجل. طيب بصوا معايا يا شباب، بصوا معايا يا شباب، انا دلوقتي عندي التراينجل اكس واي زد، ده ايسوسيليس تراينجل. ممكن نقفل الميكروفون يا ان؟ اوكي. تراينجل اكس واي زد ده ايسوسيليس تراينجل، يبقى عندي ميجر انجل زد ايكوال ميجر انجل اكس واي زد. خدت بالك ان انا هنا نطقت انجل زد لوحدها، قلت انجل زد عادي، لكن انا ما ينفعش اقول انجل واي. ها ليه؟ لان الواي مشترك في كذا انجل، فلازم عشان انطق انجل واي اللي انا حاطط عليها البوينت دي لازم انطقها بالثري لتر بتوعها، يبقى اقول انجل اكس واي زد، يبقى التو انجلز دول تو ايكوال. طيب عندي انجل اكس واي ال دي اكستيريور انجل اوف تراينجل اكس واي زد. ايوه الميجر بتاع الاكستيريور انجل برضه هو عباره عن ايه؟ عباره عن السم اوف ميجر اوف نون ادجيسنت انتيريور انجلز. يعني ايه؟ يعني الانجل دي بلس الانجل دي لما اعملهم بلس بعض يدوني 120 ديجري. 120 ايه يا شباب؟ ديجري. طيب تعالي بقى ان نكمل مع بعض، تعالي نكمل مع بعض يا ان. ها يلا كملي بقى. انت عايزه تجيبي دلوقتي انجل ايه؟ اكس واي زد عباره عن ايه؟ عباره عن 180 ماينس 120 تطلع بكام؟ 60 ايه؟ 60 ديجري. طب ما انا قلت ان في الاول الترانجل اكس واي زد ده ايسوسليس ايه؟ ترانجل. ايسوسليس ترانجل، لقيت في انجل الميجر بتاعها بكام؟ 60. يبقى على طول الترانجل ده بقى اسمه ايه؟ ايكويلاترال ترانجل. برافو عليك، شكرا يا ان، شكرا. فين الميكروفون؟ ادي البروف بتاعي. اقول له هنا ان تريانجل اكس واي زد سينس ان الاكس واي ايكوال اكس زد ذن ميجر اوف انجل زد ايكوال ميجر اوف انجل اكس واي زد. وهقول له كمان سينس ان ميجر انجل اكس واي ال ايكوال 120 ديجري ذن ميجر اوف انجل اكس واي زد ايكوال 180 ديجري ماينس 120 ديجري تطلع لي 60 ديجري. يبقى انا عندي تراينجل اكس واي زد ده ايسوسليس تراينجل، تمام كده. وعندي كمان يبقى احنا هنا نقول له ايسوسليس تراينجل اهوت، ادي تراينجل اكس واي زد ايسوسليس تراينجل. يبقى عندي then تراينجل اكس واي زد is equilateral تراينجل. في حد عنده سؤال هنا شباب؟ في حد عنده سؤال؟ شباب الناس اللي رفع ايدها دي كلها محتاج بس اللي رفع ايده يكون عنده سؤال لو سمحت. عمر حسن اتفضل يا عمر. ها مثلا كان بتسأل بس كنت عايز احل مش عايز اسكت. لا لو سمحت بس انا عايز دلوقتي، انا عايز دلوقتي اللي عنده سؤال. ماشي ها مين عنده سؤال يا شباب؟
نزار اتفضل. لا مستر، انا سبت الايدي مرفوعه بس انا كنت عايز احلها خلاص، انا نسيتها بس. طيب يا حبيبي شكرا. طيب تعالوا نكمل يا شباب مع بعض، ناخد الاكسرسايز اللي بعديه. نمبر 5 بيقول لي AD parallel to BC، measure angle ADB، ADB equal 40 degree، وقال لي كمان ان measure angle BDC، BDC equal 100 degree. عايز يعمل proven triangle DBC is an isosceles triangle. طيب معلش عشان بس فاضل حوالي 3 دقايق فانا بس هحل دي. بصوا معايا، لما اديك هنا ان انت عندك AD والبي سي ار بارلل، طيب شايفين كلنا الدي بي ده ترانسفيرسال، ادي رسم لي الليتر زد اهو قدام عينيا، يبقى ميجر انجل اي دي بي اللي هي 40 ايكوال ميجر انجل دي بي سي، يبقى دي برضو 40 ودول الترنيت انجلز. طب انا عندي الانجل دي 40 والانجل دي 100، اجيب الانجل دي عن طريق 180 ديجري ماينس 100 بلس ال 40 يطلع لي ب 40 ديجري، يبقى الانجل دي كمان خلاص عرفت انها 40. خلاص ما ترانجل دي بي سي عنده انجل 40 وانجل 40، يبقى على طول الترانجل ده ايسوسليس ترانجل. تعالوا بقى بسرعه كده نكتب البروف بتاعها. اقول له سنس ان الاي دي بارل البي سي من الترانسفيرسال بتاعهم، من اللي وصل ما بينهم، والدي B is transversal then measure of angle ADB equal measure of angle DBC equal 40 degree. بعد كده بقى تعالوا نشتغل على triangle in triangle DBC. يبقى انت لازم دايما تحدد له الشيب اللي انت شغال فيه. اقول له since measure angle BDC equal 100 degree و measure angle DBC equal 40 degree then measure angle C equal 180 degree minus افتح bracket 100 degree plus 40 degree تطلع 40 degree. اقول له since ان major angle C equal major angle DBC equal 40 degree على طول، يبقى then ال DB equal ال DC، وطالما two sides equal يبقى then triangle D BC is isosceles triangle. طيب وبكده يا شباب يعني نكون خلصنا الميتنج بتاعنا، ويا رب الناس كلها تكون استفادت من الميتنج بتاعنا. مع تحيات أسرة الماث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.